نروح بقى لنقطة مهمة جدا، وكالعادة خلاص يا جماعة خدوها بقى كده مني قاعدة وسجلوها عليا كده، مفيش حكم أو مستحيل حكم مصري هيستدعي الفار في مباراة طرفها الزمالك ويرجع من عند الفار يدي قرار ضد نادي الزمالك. أعيد تاني، استحالة حكم مصري يستدعيه الفار في قرار عكس قرار الحكم ويروح الحكم للفار ويرجع يدي قرار ضد نادي الزمالك. دي بشواهد وبإثباتات في مباراة سموحة، لمسة يد واضحة الحكم أمين عمر على محمود علاء وبينه وبينها مترين بالظبط حسب ركلة الجزاء، الفار استدعاه، الراجل طالع عشان يرجع في قراره، وش يعني خد ثانيتين عند الفار ورجع ألغى القرار. الماتش اللي بعده يا سبحان الله ومع طبعا فريق سموحة اللي طبعا سيء الحظ زي ما فارس بيقول، وطبعا الباشمهندس فرج عامر نفس لمسة اليد ويطلع الحكم كان مقراره ان هو عدم احتسابها ركله الجزاء، الفار يستدعيه يحتسبها ركله الجزاء. اللي شفناه في مباراه حرس الحدود الحقيقه انا مش قادر اقول ان حرس الحدود اتظلم ظلم تحكيمي ساعد على هبوطه، لان نادي الزمالك او الفرق الاخرى زي الجونه ووادي دجله اتظلموا ايضا قدام نادي الزمالك. فلو في نيه لظلم تحكيمي لبعض الفرق خلوها كده، يعني مش كل الفرق تبقى زي سموحه تستحمل، ولا كل الفرق تبقى زي مصر المقاصه، ولا كل الفرق تبقى زي حتى الحكم الاجنبي بيبك اللي طلع في ضربه جزاء وليد سليمان ولغاها. فقلنا هناخد الفار روم ونتكلم عن اخطاء للفار روم عشان بعض الكلام وبعض الكباتنه فارس بيقولوا نادي الزمالك بيتظلم تحكيميا تاريخيا. بص يا اسامه انا مش قادر اتعاطى مع الخطا اللي حصل بالشكل ده قوي، لأن أنا شايفه خطأ يكاد يكون الأفدح على مدار المواسم السابقة. ليه؟ لأنه خطأ مركب، أولا أدى بشكل مباشر إلى حسم أو شبه حسم المركز الثاني لصالح نادي الزمالك، ومش عارف فين بيراميدز اللي تقريبا هو مش شايف في الدوري غير النادي الأهلي بالظبط. كابتن هاني سعيد الحماس اللي جواك والدور الأول والمشاكل والخط والرزع والتصريحات النارية مفيش خالص يعني. طيب انت عندك فريق وانت راجل بتشتغل باستثمارات، خطأ واضح ادى الى اقترابه من المركز الثاني، بس الخطأ المركب، الخطأ الفادح، الخطأ اللي انا فعلا مش متخيل انه خطأ يحسم لك مركز ثاني ويتسبب في هبوط فريق ومجهوده على مدار الموسم. تعالوا نشوف كابتن احمد الشناوي شاف اللعبه ازاي عشان نشوف كلامنا فيه مبالغه ولا الخطأ فعلا فادح. بص بص هو منعه خلاص، هنا ده جامب اون اوبوننت، يعني القفز على الخصم مخالفه من المخالفات التي تستوجب ركله الحره المباشره، وارتكبت من مدافع ضد مهاجم داخل منطقه جزاء المدافع تتحول الى ركله. هنا الحكم لم يحتسب، الفار جاب له الصوره التي توضح عدم صحه قراره باستمرار اللعب. طبعا هو راح شافها واضح جدا المخالفه، لكن هو يعني طبعا ان القرار في الاول والاخر للحكم، لكن ركله الجزاء موجوده وواضحه ولا يختلف عليها. خلينا بقى قبل ما يعمل كده، جت على ايد مين؟ لعيب الزمالك. سؤال بسيط، المخالفه الاولانيه من اللي حصل الوسب ولا لمسه اليد؟ لا طبعا الوسب. يبقى اذا بقى بحسب على الاولانيه. خطا لا يختلف عليه اثنين كما وصفه كابتن احمد الشناوي. الغريب في الموضوع ان ايه مبرر احتساب اللقطه دي؟ عندنا بشكل واضح المهاجم، هل مهاجم الكره رايحه له يا احمد الطبيعي تفكيره انه يطلع ياخدها ولا يعمل حركه عشان المدافع ما يعرفش ياخد الكره ويرتكب فاول؟ الف ب منطق مجرد، الطبيعي ان المهاجم عايز ينط عايز ياخد الكره، الونش بشكل كامل فوق اللاعب وبيحاول يمنعه. هل وصل، هل كان ممكن يوصل للكوره بدون الوزن على مهاجم الحرس؟ اكيد مستحيل، بس كمان الكره فيها خطا مركب. ده الراجل بيقول يعني هي الاولى ما ينفعش ما تتحسبش عشان تروح للمسه اليد، هي خلصانه خلصانه من القرار الاول، قرار غريب جدا وتباطؤ الحكم اغرب شيء غير مفهوم، ولعبه فعلا مريبه. انا مش متخيل ان انت هيسجل لك كزمالك ان النادي حرس الحدود هبط بسبب الواقعه دي. وعلى فكره في موسم 2005 2006 كان برضو فريق اسيوط كان في واقعه مشابهه برضو تسببت في هبوطه للدرجه الثانيه في قرار كان 3-2 وهدف اتلغى غريب جدا كان ممكن يبقى في الدوري لو كانت حسب. متوالية الفرق اللي بتهبط بسبب قرارات خطأ في مباريات الزمالك
ده أكبر من فكرة خطأ عادي بيتعامل حواليه مظلوميات كتير يا أحمد. والله يا فارس أنت مستغرب لقرار الحكم، أنا مستغرب لثلاث حاجات. أولا الحكم وقراره، ده رقم واحد. ثانيا رسالة بقى للناس أو للحكام، الفار هو حضرتك بتختار لقطة ما تركز عليها وتوجه الحكم ليها؟ بالظبط. يعني أنا عايز أفهم هو أنت ليه جبت اللقطة دي واستبعدت الخطأ التاني؟ طب لو اللقطة دي فيها هات وخد أو فيها بقى نقول إيه بترجع لوجهة نظر الحكم أو الكلمة المستحبة دايما هي تقديرية للحكم، فبالتالي أنت كده إيه بتدي للحكم اللي خارج أصلا وبيقول يعني جيب العواقب سليمة يا رب، بتدي له المخرج أو الإنقاذ إنه يعدي من دي. فين اللقطة بتاعت لمسة اليد لو الحكم ما اقتنعش بدي؟ ودي مش أول مرة تكرر، دي حصلت كمان في مباراة سموح. فلما يتكرر الموقف ده لا، اللي بقى لازم هنا واقفه ولازم تنبيه ولازم ناخد بالنا، لان ده اسلوب مش صحيح ومش سليم وبيثير الشكوك. دي رقم اتنين، لان خلاص قلنا الحكم. القصه الثانيه بقى هي فكره الحكم، هو انت ليه بتبقى مش عايز تخرج في مباراه الزمالك تروح للفار؟ ايه المشكله؟ ليه بيبقى عليك حمل كده؟ رجله تقيله، رجله تقيله بجد وانت رايح للفار. ده على فكره بالمناسبه مش كلامي، ده كلام طبعا خبير التحكيم الكابتن سمير عثمان. نروح نشوف الكابتن سمير عثمان عشان تبقوا فاهمين ان احنا هنا بنستعين باراء خبراء التحكيم مش بوجهات النظر الشخصيه. نروح نشوف الكابتن. احتكاك اما نشوف هنا هتلاقي لعيب نادي الزمالك ايديه الشمال عاوزين نركز عليها، وبعد كده وزبي عمل حاجتين، اول حاجه هنا في خبطه، بعد كده في وزبه على مهاجم نادي حرس الحدود. الكره دي طبعا ركله جزاء واضحه، كان لازم حكم المباراه لو تقديره فيها مش كويس يطلع يشوفها مع حكام الفيديو. انا بس عاوز اقول يعني نصيحه للحكام بما فيهم محمود ناجي، حكم الفيديو ده جاي بيساعدك، جاي بيساعدك، انت ما تعتمدش عليه. اصل محمود هو خارج عشان يشوف الكره زعلان وهو خارج، لا ده واحد جاي بيساعدك، انت تشوفها وخد قرارك في الاخر. واخد قرارها من جوه الملعب. كابتن ايمن شرفتنا ونورتنا. كابتن سيف بشكرك. بشكرك كابتن. بشكرك بس برضو يعني كابتن صراحه كابتن سمير روعه، بس هو التاريخ دايما بنقول ايه اخطاء التحكيم في اللعبه. طبعا يعني الزمالك اكتر واحد يعني عالم يا كابتن لو في اخطاء التحكيم في اللعب لو دي، لو دي في الدوري الايطالي او كل الالماني الحكام او اتفقوا على الكوره طبعا ده وصف يعني واضح. طبعا اللقطه دي او التجميع من الفيديو ده فيها كلام كتير جدا. مبدئيا خلاص الكابتن سمير عثمان اتكلم عن فكره شكل الحكم اللي طالع هات العواقب سليمه يا رب، ده رقم واحد. رقم اتنين اكد على فكره ان ركله الجزاء لا يختلف عليها اتنين، وان كان في البعض هيختلف معها دلوقتي هنجيبه، لكن في نقطه مهمه جدا حابب اوصلها بقى لنجومنا في الاستوديوهات التحليليه، نجوم النادي الاهلي او اللي كانوا لاعبين سابقين في النادي الاهلي. شوف اي خبير تحكيمي بيجي يتكلم عن خطا تحكيمي لصالح نادي الزمالك، شوف نجوم نادي الزمالك بيعملوا ايه. ادا الكابتن ايمن يونس والكابتن حازم امام، ودي مش اول مره، اللقطه دي تحديدا خدت من الجدال 4 لـ5 دقائق وهم مصرين انها مش ركله الجزاء. عيد بقى اخر 4 أو 5 أسابيع فيهم جدل تحكيمي هتلاقي نفس القصه. لو رجعنا للسنه اللي فاتت في لقطه طبعا هدف الزمالك في الداخليه، كهربا ضارب محمد صبحي حارس الداخليه وقتها ومحمود علاء يسجل هدف، بيقتنعوا او عايزين يقنعوا الكابتن احمد الشناوي ان مفيش حصل اصطدام على خط المرمى، فده اللي بيحصل. انا هنا مش بقول لنجوم النادي الاهلي ان انتوا تاخدوا السكه دي، لا، لكن لما يكون في حق للنادي الاهلي لا لازم يجي وحضرتك موجود في الاستوديو، وتحديدا الكابتن ايمن يونس اللي بيتكلم عن فكره ان الزمالك هو الاكثر حصولا او الاكثر تعرضا للظلم التحكيمي، وده طبعا مش حقيقي. والكابتن ايمن يونس له معايير مختلفه جدا طبعا، شفناها مع المؤتمر الصحفي لرينيه فايلر وما كانش بيتكلم خالص لما مترجم ياخد المدير الفني وينسحب من المؤتمر الصحفي، لكن عند النادي الاهلي بتحصل امور مختلفه تماما يا فارس. بص هو كابتن ايمن يونس فيلسوف الاحكام العامه، ان هو برضو يحط حكم عام وانت بقى عيش بقى انت وخيالك، مذاكر مش مذاكر، انا حطيت لك الحكم العام وامشي عليه. الفريق اللي بيتعرض دايما لظلم تحكيمي بيبرر بيها خطا تحكيمي. بس في جمله عدتك يا احمد اللي هي كابتن حازم قال له يعني دي لو موجوده في اوروبا او موجوده في الدوري الايطالي كابتن ده قانون ولعبه واضحه، والراجل بيقول لك ما يختلفش عليها اتنين. فكرني عارف انت الفيلم بتاع الارهاب والكباب، جمله في اوروبا والدول المتقدمه، وقول اي كلام ملوش علاقه باوروبا. فقانون قانون في اوروبا في مصر في اي مكان في العالم يا كابتن حازم، وده مش مبرر. كابتن سمير عثمان قال رايه، وكابتن احمد الشناوي قال رايه، وكلهم اجمعوا ان لقطه ما يختلفش عليها اتنين، بس للاسف اختلف عليها واحد بس بشكل غير مفهوم يا احمد. نطلع ونسمع ليه اختلف وكان تبريره العظيم العظيم
في الاختلاف كان ايه؟ نطلع ونشوف الفيديو عشان عندنا كلام كتير. لان الواضح قدامنا الشكل العام بتاع اللعبه ان في مدافع قفز على المهاجم فكان يبقى طبيعي جدا ان القرار يبقى ركله جزاء. ولكن هنا مين السبب في المخالفه؟ السبب المهاجم. في المخالفه هنا هو المهاجم. هو اللي بلغتنا احنا دخل تحت المدافع. فبالتالي يبان لنا الشكل ده. حصل ايقاف للعب وتم استدعاء محمود ناجي لحكم الفار. ضربني يعني انا مش متخيل، بيقول لك دخل تحت المهاجم، يعني والله بجد لا اللي هو ضربني ببوشه على ايدي. ده انت جبت تشبيه. لا ده في تشبيه تاني. انا اللقطه دي وانا بسمعه ما افتكرتش احمد غير حاجه واحده بس، رايا لما كانت بتقول لي سكينه المفتريه وانا بخنقها عضت ايدي، يعني وهو اللاعب طالع عليه وبيلعب الكوره المفتري دخل تحت. يا جماعه ده مهاجم، ده مصلحته يطلع ياخد الكوره. بفتكر بقى كلام كابتن خالد الغندور بتاع كابتن سمير عثمان، واصل الناس اللي بتطلع في استوديو النادي الاهلي، امتى حكم طلع في استوديو النادي الاهلي وقال راي في اجماع جمهور فقهاء التحكيم وطلع قاله مخالف؟ ما حصلش. انما اللعبه دي انا نفسي اعرف ده تحليل تحكيمي ولا هوى ولا فكره ان انا بخترع مخرج، انت شايفه ايه؟ لا انا عايز اقول لك حاجه عشان في نقطه مهمه جدا، بما انك طرحت عند كابتن خالد الغندور وبيتكلم عن خبراء التحكيم في القنوات الفئويه. طبعا الكابتن خالد الغندور سال سؤال محدد من فتره مع الكابتن ياسر عبد الرؤوف وقال له هو انت لما كنت شغال في قناه النادي الاهلي كنت بتطلع تقول رايك عادي كده؟ يعني كان ممكن لو في اخطاء تحكيميه ضد النادي الاهلي تطلع تقولها؟ الاجابه كانت صادمه للكابتن خالد الغندور، قال له ان مفيش مره حصلت داخل قناه النادي الاهلي حد وجهني وقال لي تقول ايه وما تقولش ايه، ولو ده حصل انا مش هقبله كحكم، بغض النظر عن فكره تقبله كحكم او ما تقبلوش، انا يهمني هنا الشعار ده قناه النادي الاهلي واللي بتقدمه من اعلام مهني. الاجابه كانت واضحه، يقوم الكابتن خالد عايز مصر على ان في مشكله في قناه النادي الاهلي، فيقول له طب انت مشيت ليه؟ يعني مش الاسباب تخصه. ورد قال لاسباب تخصني، قال بالعكس ده انا مره اتكلمت عن لاعب في النادي الاهلي ان هو يستحق الطرد ودخل احد كباتن النادي الاهلي اكد على الكلام ده داخل قناه النادي الاهلي. يا كابتن خالد والله ما هتلاقي حاله اعلامي او خبير تحكيمي او حتى ضيف في استوديو هيمشي عشان بيقول كلام مش على هوا حد في مجلس اداره النادي او مجلس اداره القناه. مش هتلاقيه في الكلام ده في النادي الاهلي، موجود في اماكن اخرى واعتقد في شواهد كتير عليها. لكن الحقيقه الكابتن ياسر عبد الرؤوف ما يمكن ده وجهه نظره، ويمكن زي ما فارس بيقول فكره عضت ايدي دي ما هي الصوره احنا مش واخدين بالنا منها. فرحنا للكابتن ياسر عبد الرؤوف بذات نفسه في مباراه اخرى، ولكن كان طرفها نادي الزمالك وهي مباراه الزمالك واسوان اللي طبعا بنبارك لهم بالبقاء. كان رايه ايه في لعبه مشابهه؟ نشوف ونرجع. وبدا يحصل الالتحام ده، وبدا يحصل ان في قفز على الخصم وان في دراع محطوط على ظهر المدافع. لا ورجله اليمين، ورجله اليمين. انا الايد اللي تهمني اكتر، لان الايد دي هي اللي هتمنع المدافع من ان هو ينط معاه. هي دي اللي تهمني اكتر. نكمل بعد كده ونشوف الايد عملت ايه. الايد اليمين بس اهي، الايد اليمين كمان بتزق. فاحنا النهارده بنتكلم على قفز على الخصم يليه دفع. كان القرار اللي يجب ان يتدخل فيه الفار هنا ان هو يقول له كابتن لا في مخالفه قبل احراز الهدف. لا لا انا اسف يا جماعه، الحالتين مختلفين شخصيا. لا لا حتى الحالتين انا اسف، انا بتراجع لان الونش تقريبا كانت ايده الشمال، لكن هنا مهاجم اسوان كانت ايده اليمين، فوارد جدا دي بتفرق في التحكيم مع الكابتن ياسر عبد الرؤوف. فانا اسف دي هي كده مفيش تشابه خالص. لازم انا اخد بالي بعد كده، لازم اخد بالي. لكن حتى الكابتن ياسر عبد الرؤوف ما تكلمش على فكرة لمسة اليد، لأن طبعا هو مش على كلام حكم الفار، لكن فكرة إننا نجيبها ونقول طب بتاعت محمد حسن يا كابتن ياسر ما كانش هيلاقي لها مخرج، دي ما كانش هيلاقي لها مخرج. فطبعا الإيد الشمال للونش غير الإيد اليمين لمهاجم أسوان، وده يا جماعة التناقض اللي بنشوفه تقريبا في نفس الشهر قدام حالتين، منهم حالة ضد نادي الزمالك اتفق عليها كل خبراء التحكيم، وطبعا حظ حرس الحدود السيء كده. لكن الحقيقه عندنا طبعا حظ سيء لناس كتير برضو كانوا بينافسوا على الهبوط. الفقره دي او الفيديو اللي جاي ده اهداء لبيراميدز للامانه. انت مصر برضو؟ ما انا اهداء لبيراميدز. مش هيتكلموا يا فارس يا عم؟ يمكن يتكلموا. مش هيتكلموا، سيبني اقول يمكن. نطلع ونشوف اخطاء
تحكيميه ادت الى حصول الزمالك على المركز الثاني بالنقاط، وكل واحد يقيم. والتاريخ احنا بنوثق، لا بنعيش مظلوميات ولا بنفضل نقول دوري حسن شحاته، احنا بنوثق بس الحاجه وبنسيبها وما بنقفش عندها، لان رقم واحد ما بيقفش عند حاجه تخص رقم اثنين. نطلع ونشوف الفيديو. هدف الزمالك الاولاني، وانا عايز اقول طبعا فيه انه طبعا هي تسديده، والحارس بيعمل التراي، الحكم المكان بتاعه زي انا موقف كده بيقول ان جت في ايده، لكن مع الاعاده التلفزيونيه ما جاتش في ايده خالص، وبالتالي الركنيه احتسبت، وافترض انها كانت احتسب ركله مرمى. فطبعا هنا بالشكل ده وجا منها الهدف. هنا طبعا محمود علاء ما فيش شك الدفع واضح، ويعني ودفع صارخ زي ما بيقولوا، لكن هي طبعا اقوى قرار، ويعني زي ما بيقولوا خدوا الحكم بعدم الاحتساب، لكن الخطا واضح وركله الجزاء واضح. نيجي بعد كده ركله الجزاء النقاذه دلوقتي الكره اللي جايه، انا كلاعب الكره بتاعتي عندي الحق والملكيه في اني انا احجز على كورتي واخدها، ابقى احجز عليها عشان ما حدش ياخدها مني، وده اللي عمله لاعب محمد ابراهيم، وبالتالي اكبر حمد النقاذ اللي ارتكب ضده المخالفه، وهي مخالفه، فبالتالي ركله الجزاء موجوده والقرار الحكم مش موجود. هنا طبعا اللعبه دي اللي جايه هي طبعا جت في ايده، وركله الجزاء واضحه جدا. ست نقط قبل استخدام الفار، وبعد الفار زي ما انتم شايفين مش عارف ايه الحل. انا عايز اقول بس ملحوظه صغيره، ان الاخطاء دي هي الاخطاء على سبيل المثال والمؤثره، في اخطاء ثانيه كتير، ولكن كان بيتم مجامله تحكيميه والزمالك بيخسر نقاط، فما كناش بنجيبها ما خدناش في الاعتبار. كنتوا معانا في فار روم.